مساحتنا الصباحية الأولى لليوم رح نتوقف عند بداية العام يلي بتشكل بوابة لدخول بمرحلة جديدة. الخطوة الأولى فيها هي لتحقيق أهدافنا ولنقدر نوصل لتحقيق طموحنا بأي مجال. أكيد أكيد ليا، دخلنا بعام 2018 طريق جديد. كيف ممكن للشباب اليوم أنه يقدروا أو يبدوا خطوطهم الأولى في بثقة ونجاح؟ رح نتوسع أكثر بهالموضوع مع ضيفتنا بصباحنا غير، الدكتورة تغريد مسلم، مدرسة بجامعة دمشق. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير، سعد صباحكم، كل عام وانتم بخير. وأنت وانت بألف خير. بخير، يسعد صباحك دكتورة. يعني موضوعنا صباحك. اليوم بهم الكتار، وخاصة انه نحن مثل ما ذكرنا ببداية سنة جديدة، يعني كل حدا فينا عنده اهداف وعنده طموح، ولكن في ظروف. هون كيف نحن فينا نبلش عامنا بطاقة واهداف حقيقية تتحقق على ارض الواقع؟ الحقيقة نحن يعني العام، كل عام وانتم بخير لجميع سوريا وللجميع. مع بداية عام جديد لابد من انه نحن نحط طموحات ويكون في عنا اهداف ويكون عنا امر ما نسعى الى تحقيقه، ولكن قبل ما اني احدد اهداف للعام الجديد لابد من اني اعمل تقييم للعام اللي فات وشوف انا شو حققت من اهداف، وين كانت العثرات، وين كانت المشكلات، شو اللي خلاني او شو اللي كان عقبة بطريقي اني انا ما احقق اهدافي. بعد ما بحدد يعني نقاط القوة ونقاط الضعف واعمل تقييم للعام اللي فات، بكون انا يعني يعني كان صار في عندي تعلم وخبرة من المشاكل اللي مريت فيها او من الاشياء اللي انا ما قدرت اني حققها. ببدأ العام الجديد بيكون في عندي دافع قوي من الأشياء اللي تعلمتها، وببدأ أحط أهداف للعام الجديد، وهالأهداف هي أو أمنيات وأشياء بدي أنا أحققها بالعام الجديد. بحط أهداف، بعد ما بحط أهداف كيف بدي أحقق هالأمنية أو هالغرض أو هالمشروع أو هالشيء ما بدي أحققه، بوضع أولويات. ثم باخذ هون بوظف مصفوفة الوقت، انه كيف انا بدي اخذ اي اولوية. عندي اولويات كثيرة وكلهم عم يتساووا بنفس الدرجة، لكن من هالاولويات انا ببدأ بالاهم ثم المهم ثم يعني ببدأ هيك بالتدريج حتى ابدأ يعني حقق اهدافي. لكن مش ضروري يكون في عندي هدف، لا، اذا ما عندي هدف انا لا يمكن اني احقق اي شيء. وبنشوف انه نحن مضت السنة، بنقول مرت السنة وما ما حسينا فيها وما حققنا شيء، او مر زمان وانا ما عملت شيء، وهذا كله سببه انه نحن ما عندنا تنظيم وما عندنا اداره لوقتنا، وبالاساس لانه ما عندنا اهداف، ما عم نحط اهداف انه نحن نحققها ونحط خطه لنحقق هذه الاهداف. نعم دكتورة، خلينا نحكي لك عن آلية التخطيط لتحقيق الأهداف. يعني دائما في أهداف قريبة وأهداف بعيدة، كيف صحيح، ممكن إنه وأهداف تكون الأهداف مستعجلة. أهداف مستعجلة، وخاصة إنه أحيانا تكون أحلامنا يمكن شوي خيالية مقربة على الواقع، فكيف فينا نوازن هاي المواضيع؟ يعني كيف فينا صحيح، قبل ما ابدا بخطه كيف نحن بنحقق اهدافنا واي الاولويه لها، لابد انه بالبدايه يعني يكون عرفنا الوقت وكيف نحن مندير هذا الوقت. الكثير اذا سالناهم شو بيعني الوقت، البعض بيقول لك هو الزمن، البعض بيقول انه هو الدهر، والبعض بيقول لا هو ما هو الدهر وانما هو جزء من هذا الدهر. الحقيقه كمفهوم فلسفي او اذا اخذناها من النظره الفلسفيه، الوقت هو الجزء المحدد من الزمن، يعني مو هو الزمن كله وانما هو جزء محدد. يعني ضمن كل جزء محدد عندي انا اهداف بدي انا متوجب اني انجزها ولابد من اني انجزها ضمن هذه الأهداف. فإذا الوقت مهم بحياتنا وهو يعني ينقضي بسرعة وما بيستنانا لحتى يعني نخلص من مشاكلنا أو لحتى نخلص من العقبات الموجودة أو الظروف الموجودة، لا هو بيضل ماشي. فإذا نحن ما كنا كان عنا السرعة وكان عنا الإمكانية لحتى نكون ماشيين متسارعين مع هالوقت ونحقق أهدافنا ضمن الوقت المحدد، رح يروح الوقت بدون أي فائدة.
فالوقت هو بيساعدني على أني نظم نفسي وبيساعدني على حقق أهدافي وحقق الأعمال المتطلب أني أنجزها ضمن وقت محدد. هالوقت المحدد هو الوقت المتاح خلال اليوم، يعني خلال 24 ساعة. خلال 24 ساعة أنا رح يكون في منهم وقت منجز ووقت ما هو مدى يعني غير منجز، يعني هو وقت ما أنا ما بستعمله هو وقت المخصص للنوم. رح شيل أنا وقت المخصص للنوم وأخذ ساعات باقي ساعات اليوم، وهي الساعات هدول أنا بدي أعرف كيف ديرها، كيف وظفها لأطور من ذاتي، وهذا الشيء بيؤدي إلى أنه كمان يؤدي إلى تغيير من سلوكياتي وتغيير من حياتي وبيؤدي إلى النجاح. فإذا أنا إذا كنت واعي لأهمية الوقت والغاية من هذا الوقت، رح يكون في عندي هدف ورح يكون في عندي تنظيم. نجي لتنظيم، كيف منحط خطة؟ أول شيء أنا عندي فكرة ببالي، عندي طموح، ما عندي أمنية، عندي رغبة، عندي مشروع، بدي هالمشروع هو بذهني، هالمشروع بدي يصير على أرض الواقع. لحتى يصير على أرض الواقع لابد من إني أنا أخذ حدد هدف كبير. هالهدف ممكن يكون بده سنوات لتحقيقه، لكن هذا بجزء أنا إلى أهداف أصغر ومن ثم أهداف أصغر، والأهداف تتجزأ إلى طرق والطرق إلى أدوات والأدوات إلى وسائل. يعني لابد من إني أنا أبدأ بتحقيق هالهدف الكبير أو هالمشروع الكبير من شيء صغيرة. ضمن إمكانياتي، ضمن الإمكانيات المتاحة. يعني ما بدي أقول أنا بدي يصير شيء كبير كتير وأنا يعني وقف ما عندي الوسيلة لأبدأ. لازم أبدأ جزء، حتى أبدأ من شيء صغير ضمن إمكانياتي وأبدأ بعدين أطلع خطوة خطوة بالسلم لحتى أنا أحقق الهدف الكبير. نعم، خلينا نحكي عن ما بعد وضع الأهداف. يمكن قديش لازم نعطي حالنا مدة زمنية لحتى نحققها، وقديش لازم نعطي حالنا لإحباط أي هدف أو لم يتم تحقيقه على أرض الواقع، أنه نحن نرجع نرمم شيء جواتنا بعدين نرجع على أرض الواقع. أنا الهدف الكبير تبعي والأمنية المشروع الكبير بدي حققه، حطيت فترة زمنية لنفرض عدد من السنوات. ببدأ بجزئ الأهداف الأصغر، كل هدف كمان هحط له فترة من الزمن، ولحتى أبدأ للوسيلة اللي بدي أبدأ منها واللي هي بتكون ضمن إمكانياتي واللي هي بيكون وقتها محدود كتير. يعني هي أجزاء من الساعة، ممكن ضمن اليوم أو ضمن الأسبوع. أنا عندي باليوم في عندي أهداف بدي حققها، يعني عندي أعمال بدي أقوم بإنجازها ضمن اليوم، وفي عندي أهداف وأعمال إنجازة. بعدها بكبر عندي شيء أهداف شهرية، بعدين عندي إلى متكون فصلية وغيرها بهالشكل. هذا هيك بكون أنا بالتدرج، لكن أنا بدي أقوم بعملية التقييم حتى أعرف أنا أنجزت عملي أو ما أنجزت، وهالعمل كان ممكن إني أنجزه أو كان من الصعب إني أنجزه. لذلك بقوم بالتقييم، ببدأ بالتقييم اليومي بنهاية اليوم، قيم أنا شو أنجزت من المهام اللي كنت أنا حاططها ضمن اليوم وشو الأشياء اللي ما أنجزتها، وبعطي نسبة مئوية لليوم الثاني، وهيك بعمل تقييم أسبوعي. خلال الأسبوع بعطي لنفسي تقييم نسبة مئوية أنا شو أنجزت من هالأهداف، وببدأ بحدد إنه وين كانت المشكلات. هل كانت بمضيعات الوقت؟ هل كانت بإني أنا كان بالتأجيل وأنا أو بالتأجيل؟ هل كانت بالتسويف؟ هل كانت برغبتي أنا؟ ما كان عندي الحافز إنه أنا لا أقوم بهالعمل، وكان عندي حافز لأقوم بهالعمل. إذن هيك بكون أنا حددت شو هي الأشياء اللي أسنتني، وببدأ إني أنا التنظيم للأسبوع اللي بعده كمان بيكون هون. لابد هلا أنا بالخلال الأسبوع الأول لابد إنه يكون من يوم ليوم عم ترتفع عندي نسبة الأداء أو نسبة إنجاز الأعمال. إذا كان عندي نسبة ثابتة خلال الأسبوع للأداء، هذا بيعني في عندي مشكلة، لابد من إعادة التخطيط من جديد، وإني أنا أحط أهداف أو أبدأ من وسائل ضمن إمكانياتي المتاحة. طب شو إذا واجهتنا عوائق طبعا تحقيق الأهداف، كيف فينا نواجهها؟ دائما في مصاعب، مو كل شيء بيجي بسهولة. أكيد، يعني بدي حدد أنا العوائق. لما أنا بدأت وزع الأعمال كل يوم عندي أهداف معددة، عندي أهداف محددة وعندي إنجازات أو أعمال معينة بيقوم فيها باليوم، عم بعمل تقييم، عم شوف وين الصعوبات. هل كانت الصعوبات هي بالتسويف؟ هل كانت بالرغبة الموجودة عندي؟ ما كان عندي الرغبة، ما كان عندي الحافز لقوم فيها. هل كانت بإمكانياتي المادية؟ هل كانت مثلا بالمقاطعات؟ هل كانت بالمسليات، بالإنترنت، بالتليفون والأرجيلة والتلفزيون
التلفزيون وهالاشياء هي، لما انا قيمت وحددت هالمعيقات ببدا باني انا هالوقت اللي هو راح ضل المعيقات او مبددات الوقت ببدا يعني خصصه للانجاز او ببدا بالتدريج. دائما انا اكيد ما ححط خطه دقيقه وابدا بتنفيذها من اول يوم، اكيد لا، نحن بناخذ بالتدريج. التطبيق يعني لما بيمضى عندي أول أسبوع وماشي أنا بالتنظيم، إذا حققت 60-70% من الإنجاز فهو شيء ممتاز. الأسبوع اللي بعده رح تطلع ل 80 أو 85%، الأسبوع التالي رح تصير 100% أو 95%. عطيت أنا 3 أسابيع لحتى أكون أنا أصبحت منظم عم بشتغل وحقق أهدافي مثل ما أنا راسم لنفسي. لكن ليش عطيت 3 أسابيع؟ لأنه يبدأ التغيير بسلوكياتنا بعد ما مننتظم، بعد أسبوع نبدأ نلاحظ التغيير، 21 يوم بيكون في عنا تغيير كامل. فإذا أنا بإمكاني أني أنا مهما كان عندي من صعوبات، مهما كان عندي من معيقات، بقدر حددها وأبدأ أتجاوزها، لكن إذا ما حددتها مستحيل أني أنا أنجزها. نعم دكتورة، خلينا نقول هيك نصائح بتحبي توجهيها كل صبية فايتين على سنة جديدة، عندهم طموحات كتيرة، عندهم أساليب كتيرة بالتطوير، ولكن يمكن ما بيعرفوا ينظموا الوقت بالشكل الصحيح. نصائح أخيرة بتحبي توجهيها؟ كنصائح أخيرة لكل الشباب إنه يبدأوا حياتهم بالتنظيم، يحطوا لنفسهم أهداف، يحط أنا هدف، لكن كمان هالهدف يكون ضمن إمكان خطة، وأعمل برنامج يومي. لابد أن يكون في عندي برنامج يومي، وزع أهدافي، الأشياء اللي بدي أقوم فيها ضمن جدول زمني، وأبدأ بتنظيم حياتي. أبدأ من ساعة ما أنا في من النوم لوقت النوم، قبل النوم بقيم نفسي وبقيم شو أنجزت من أعمال، وبحط خطة لليوم اللي التالي. كمان مع استيقاظي باليوم التالي براجع الأهداف والأعمال اللي بدي أقوم فيها، وهيك بكون أنا عودت نفسي على التنظيم. لكن التنظيم هو أمر أساسي وهام، لكن الأهم منه يكون في عندي رغبة، أخلق رغبة بنفسي كيف أنا حقق هالأهداف، ويكون عندي حافز لحقق هالأهداف. وهذا أمر كتير سهل بإمكان حتى لو ما عنده الشاب أو الصبي عنده الرغبة بالتنظيم أو لأنه يحقق هدف معين، بإمكانه أنه هو يخلق رغبة من ذاته، وأنه يكون في عنده رغبة متقدة ورغبة مشتعلة بأنه يعطي 5 منافع ممكن يحصل عليها من تحقيق هالهدف. هو لحاله بيخلق الحافز، وإن شاء الله بتكون حياته منظمة وبيحقق أهدافه. مهما كان الهدف كبير ومهما كان الطموح كبير، بإمكانه بالتنظيم أنه يحقق هذا الهدف. نعم دكتورة تغريد، يعني شكرا كثير على كل النصائح اللي عطيتينا إياها، وإن شاء الله يكون كل الشباب اللي سمعوها استفادوا منها. شكرا لوجودك معنا. شكرا شكرا كثير لك، ينعاد عليك. شكرا.